ولذلك أنا الآن أستغل وجودك يا معالي الوزير وأوجه رسالة إلى دولة رئيس الوزراء. سيد دولة رئيس الوزراء، تذكر دائما وأنت تعرف وأنا سمعتها منك أن التاريخ لا يكتبه إلا الرجال، وكتابة التاريخ تحتاج إلى جرأة وإلى قوة وإلى إيمان. الرئيس التركي جايك، فأنا أطالبك باسم العراقيين كلهم أن هذه المرة يجب أن تضع النقاط على الحروف وأن تتحدث بكل جرأة، فأنت عراقي وابن التاريخ، ولا تلتفت إلى أي طرف من الأطراف، وأن توقع اتفاقيات تعيد الهيبة إلى العراقيين. فوت بهذا الطريق ونحن كشعب كلنا معك، لا تتردد، لا تخشى في الحق لومة لائم، لا التركي أحسن منك ولا الإيراني أحسن منك، ولا تلتفت إلى عملائها. وهذا الوزير الذي أمامك أمنحه صلاحيات وخليه يضرب بيد من حديد، ونظف المكاتب من عملاء إيران ومن عملاء تركيا، وخل نكتب تاريخ باسمك. أنا أعرفك أنت مو فاسد، وأنا أعرفك عراقي شريف. فوت هالمرة، ماكو اتفاقيات ثنائية، شنو تفاهمات؟ هذا حقنا القانوني وحقنا الدستوري، وأنت مطالب باسم العراقيين أن تأخذه. هذه رسالة من كل العراقيين لك يا دولة الرئيس. معالي الوزير، بارك الله بيك أستاذ نجم، بارك الله بيك، بارك الله بيك. أنا أشكرك، هذه رسالة جيدة إن شاء الله توصل لدولة الرئيس. نعم، أنا بس حتى تكون بالصورة، في هذه السنة إحنا هذا ثالث اجتماع للجنة الوطنية العليا للمياه. نعم، وأقول لك حقيقة ثانية، أنه طيلة السنوات الماضية لم يكن هناك اجتماع واقعي. شوف الفرق، اللجنة الوطنية العليا للمياه يرأسها دولة رئيس الوزراء، أنا عضو بيها، وزير الخارجية عضو، وزير الزراعة، وزير البيئة، وزير الإسكان والإعمار، وهناك العديد من المختصين من كافة الوزارات في هذه اللجنة اللي هي تضع السياسة المائية، واللي هي كانت بديل عن المجلس الوطني الأعلى للمياه. وفعلاً هناك اهتمام، هذا الملف حاليا بيد دولة رئيس الوزراء، وهو على علم دقيق بتفاصيل هذا الملف. وبالأيام الأخيرة كان هناك مبعوث لدولة رئيس الوزراء، كان معالي وزير الدفاع، إلى الرئيس التركي لإيصال رسالة مهمة بشأن موضوع المياه، واللي أنتج عنها أن قامت التجارة التركية بإطلاق كميات جيدة من المياه في من سد أليسو إلى سد الموصل. حاليا كميات الواردة جيدة نسبة إلى ما كان يطلق سابقا. هذا الملف في الحقيقة إحنا أنا أيدك، وأنا من المصرين على هذا الموضوع، أنه يجب أن نصل إلى اتفاق.